فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل الدعاء ورفع اليدين بعد ركعتي الطواف باستمرار يعد مشروعا ومستحبا؟ رفع اليدين بعد ركعتي الطواف، والأصل أن الدعاء ترفع معه الأيدي، إلا ما ورد أن الرسول دعا ولم يرفع يديه فيه. الأصل أنه هذا من أسباب قبول الدعاء، إذا رفع يديه فلا بأس. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.